نورة. بعرف اللي رح اقوله هلا يمكن يبين بايخ او مبتذل، بس هالحقيقة مش ممكن يكون في مرة مثلك. ليه عم تقول هيك؟ اتمنىك بس مرة حلوة وجذابة اكثر ما العقل بيتصور. انت كمان انسانة حساسة وذكية، فيك كل الصفات الحلوة. انت كمان. شو انت كمان صعب تلاقي رجال مثلك، عندك ثروة من اهم الثروات ومتواضع كأنه ما معك شي، ذكي فهمان وقوي ومتواضع. قبل بايام ما كنت بتخيل حدا يكون حامل هيدا الصفات غيره. عم تعني هالشي؟ من قلبي. أساسا بطلت أوثق بحدا غير بي. وأنا كسرت اللي كالعادة. لحديت هلق أنا بعد ما بعرفها كتير منيح. خذي وقتك تعرف علي وانا بوعدك ما خليك تغيري رايك فيي. نورا، انا اول ما تعرفت عليك بعرف هالشي حيبين غريب، بس هالحقيقه دغري عرفت انت هي الانسان اللي كنت عم فتش عليها كل حياتي ومستعد حارب العالم كله، تحدى الدنيا كلها كرمال كون معه. ما تقولي شي اليوم، بس اليوم لأول مرة من أول ما تعرفت عليك حسك منك باردة معي، حس لولا شوي بس قدرت فوت على قلبك، هيدا بكفيني. ركان، أنا أول يوم شفتني فيه كنت